يمارس القمع اليوم بالتأكيد ليس هو رئيس الحكومة، ولم يصدر رئيس الحكومة تعليماته لرجال الأمن لكي يقمعوا وقفة احتجاجية سلمية، أو الوقفات التي يتعرض لها المعطلون، القمع الذي يتعرض له المعطلون، أو غير ذلك من الاحتجاجات التي أصبحت اليوم تواجه بعنف شديد جدا. لا ينبغي أن نسمح لذلك أن يتم في عهد حكومة يترأسها حزب العدالة والتنمية، وهذا تحدي أساسي ودور الحزب فيه دور مركزي.